أسألكم سؤالا، هل يمكن أن تقوم عبادة من غير علم شرعي؟ الجواب لا. ماذا قال عز وجل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن العلم باق معك، ويجب أن تبحث عن العلم، ويجب أن توقن وأن تقر بأنك جاهل إلى أن يتوفاك الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. بما أنك مأمور بالعبادة حتى الموت، لا عبادة إلا بعلم، إذا العلم يستمر معك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، هذا يجري في سياق الآية، لما قالوا له وهو قد كبر، قالوا إلى متى يا إمام ومعك المحبرة؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. والموفق من وفقه الله. الذي يأخذ العلم على أنه عبادة، وأنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، ويحدث له خشوعا وتواضعا، تواضعا للشرع ولأحكام الشرع، وأنه يعرف أنه ما زال جاهلا ولو لقب بألقاب أو وصف بأوصاف أو أن الناس يرونه كذا وكذا، كلما كان الإنسان بهذه الصورة كلما ازداد علما، لأنه إذا عرف أنه جاهل حرص على العلم. لكن والله إذا وصف بأوصاف أو أنه رأى في نفسه، يلحظ نفسه كما قال القرطبي، هذا بريد الكبر. يقول العجب هو أن يلحظ الإنسان نفسه بملحظ العزة والرفعة، هذا أول ما يبدأ العجب، عجب الإنسان بنفسه، يرتقي به هذا العجب إلى الكبر لما يقال له والله أخطأت أو رد عليه، وهو يعرف أن الحق ليس معه والحق مع الآخرين، إذا به لا يقبل. لكن من كان طالبا للعلم من أجل أن يظفر بأجر من الله عز وجل يفرح، والله يفرح، يقول الحمد لله أن الله سخر لي مثل هذا الرجل الذي أخبرني عن حديث أو عن معلومة جهلتها، وبنيت على ما عندي من علم، واستنبطت حكما هذا الحكم يخالف النص الشرعي. يقول الحمد لله، هذه نعمة، والله نعمة، ييسر الله لك شخصا فتستفيد منه. ولذلك قد يفيد الشيخ الحقيقي، يدرك وندرك هذا في مناقشاتنا، لا يقول هذا الإنسان يعني على أنه يظهر نفسه بصورة المتواضع، لا، حقيقة في المناقشات التي مع الطلاب أنا أستفيد. الهدف ما هو أن رأيي يخرج أو أن رأيي هو الأصح والأصوب، لا، الهدف أن هذا العلم الصحيح يظهر مني أو منك أو من فلان. هذا لابد أن نربي أنفسنا حتى يرفعنا الله بهذا العلم. من يتواضع، ولذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، عرفوا أنهم لم يدركوا ما أعلمه الله عز وجل لآدم من العلم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. تتواضع لله عز وجل ولشرعه، هنا يرفعك الله عز وجل. بل إن هؤلاء من صفتهم أنهم لما يمدحوا بالأوصاف والمديح الزائد يكرهون ذلك، وأدركنا هؤلاء من مشايخنا، أدركنا هؤلاء لما يوصف بأوصاف زائدة. وذكرت لكم قصة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسمعت هذا من الشخص المرافق له، أتى ضيف من خارج المملكة، وكان هناك فندق واحد في الرياض، فاتصل الشيخ محمد بن إبراهيم وهو مفتي الديار السعودية آنذاك، واتصل الفندق وقال نريد أن نحجز غرفة ومعك محمد بن إبراهيم. قال لا أعرف محمد بن إبراهيم، من معي؟ ما أعرفه، كيف أحجز لشخص مجهول لا أعرفه؟ قال معك الشيخ محمد بن إبراهيم. قال فعرفه، فيقول فلما أغلق السماعة قال هداه الله، ألجأنا إلى أن نقول الشيخ، ألجأنا إلى أن نقول عن أنفسنا الشيخ. الآن العلامة، المحدث، الفقيه، المفسر، فاعل، التارك، رفق بنفسك، نسأل الله يرحمنا.